التأني والتريث لبرهة من الزمن قبل مشاركة أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي هي المدة التي نحتاجها بحسب الباحثين والخبراء لتحفيز التفكير التحليلي والنقدي ولتقليل اندفاعنا العاطفي تجاه الأشياء. مرحبا بكم، أنا وهيبة بوحليس وأدعوكم اليوم إلى المساهمة في مكافحة الأخبار المضللة المتعلقة بفيروس كورونا والانضمام إلى الحملة العالمية بوز التابعة للأمم المتحدة لوقف انتشار الأخبار المضللة. تهدف الحملة أساساً إلى تشجيع الجمهور على التمهل قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت. تشير أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن التريث قليلاً قبل مشاركة المعلومات يقلل كثيراً من ميل الأشخاص إلى مشاركة عناوين زائفة. كما تظهر الأبحاث أن فهم الناس مدى الضرر الذي تسببه المعلومات الخاطئة قد يجعلهم يتوقفون عن التفكير باحتمالية تصديقها. الحملة تمكنت خلال عام 2020 من الوصول إلى 500 مليون شخص، وشارك فيها آلاف الأشخاص حول العالم، وذلك من خلال مئات الشركاء عالمياً. كما تعتبر أول حملة لتغيير السلوك حول الطريقة التي نتعامل بها مع ما نشاركه على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم يمكننا معاً لعب دور حاسم في نشر المعلومات الموثوقة الخاصة بكورونا ورفع مستوى الوعي بضرورة أن يأخذ العالم وقفة قصيرة للحد من انتشار المعلومات المضللة، لأنه أي معلومة غلط ممكن تكون مميتة، وخاصة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19. أبحاث عدة توصلت إلى أن الأخبار الزائفة تنتشر أسرع بعشر مرات من الأخبار الحقيقية، وحالياً نقرة واحدة تكفي لنشر معلومات ومشاركتها مع الآخرين، لكن قد تؤثر هذه النقرة على حياة شخص ما، وقد تؤدي المعلومات الخاطئة إلى إحداث فوضى في الحياة السياسية وتعطيل الاقتصاد والإضرار بالصحة. وفي ظل الجائحة الحالية قد تكون المعلومات الخاطئة مميتة. مئات الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا انتشرت منذ تفشي الوباء، وقد تزايدت المخاوف مع نشر شائعات عن علاجات غير علمية للفيروس كالخرافات والتلفيقات بخصوص علاجات ولقاحات مزعومة، أو الادعاءات بأن تناول المشروبات الكحولية أو التعرض لدرجات حرارة عالية كفيلان بالقضاء على كورونا. إن الأخبار الزائفة والمضللة خطر يحيط بنا، ومشاركة صغيرة قد يكون لها عواقب جسيمة. وسواء كنا نعلم أم لا، فقد شاركنا جميعاً معلومات اتضح أنها خاطئة، والأشخاص الذين شاركنا معهم هذه المعلومات صدقوها لمجرد أنها صادرة عنا. ولكن ثمة أمور يمكننا فعلها لكسر السلسلة ووضع حد لانتشار المعلومات الخاطئة، أبرزها التريث قبل المشاركة. كوفيد-19 هو عدونا المشترك، لكن لدينا عدواً آخر أيضاً هو المعلومات المضللة. وللتغلب على الفيروس نحتاج إلى تعزيز الحقائق والعلم، لأننا جميعاً يجب أن نلعب دوراً في نشر معلومات موثوقة حول كورونا لأصدقائنا وعائلاتنا وكل من نحب على شبكة التواصل الاجتماعي. والآن أخبرونا، هل ستتريثون قبل مشاركة المعلومات على صفحاتكم الخاصة؟